بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم، ويسرنا أن نقدم لكم هذه الحلقة، ومرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ عبد الله صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة، على هاتف البرنامج نستقبل اتصالاتهم 011-442-8313. البداية من الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يسأل بارك الله فيكم: كيف نحقق معاني هذه الآية المباركة في حياتنا، وما هي الطاعة المطلوبة في الآية المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة ينادي الله عباده المؤمنين لأنهم أهل الامتثال لنداء الله وأمره سبحانه، فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وذلك بالعمل بكتابه سبحانه وهو القرآن الكريم، ما أمر الله به فنفعله، وما نهانا عنه فنجتنبه. هذه طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبعد طاعة الله وطاعة رسوله باتباع الكتاب والسنة، نطيع أولي الأمر منا، أولي الأمر الذين تولوا أمور المسلمين، وهو إمام المسلمين ونواب أمير المسلمين، نواب إمام المسلمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تكون طاعة ولاة الأمور، قال سبحانه: فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيطاعون بما أمروا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك سبب لجمع الكلمة واتحاد الأمة وحلول الأمن وذهاب النزاع والخصومات، إذا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطعنا أولي الأمر منا. وقوله منكم يعني من المسلمين، يخرج الكفار، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتم في شيء، وهذا يقع بين الناس، فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وهو القرآن،
والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، وبعد موته الرد إلى سنته، وهذا عن طريق العلماء، فيرجع إلى العلماء لأنهم من أولي الأمر. العلماء من أولي الأمر، داخلون في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، كقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك عن طريق العلماء. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، وأن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يكون من الكفر، كما قال سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. 3 آيات في هذا وردت في حق الذين لا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، سواء كان في هذا في العقائد أو كان هذا في المعاملات أو في الخصومات بين الناس، كلها ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ذلك خير، أي طاعة الله وطاعة رسوله والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله خير للأمة، خير للأمة في تحقيق مصالحها ودفع المضار عنها، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة، أحسن عاقبة للمسلمين في مستقبلهم وفي حياتهم كلها. الحمد لله، الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وأمرنا باتباع بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم أيضا بهاتف البرنامج مرة أخرى 011-442-8313. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، أيضا الأخ السائل عبد الرحمن يقول في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يسأل عن هذه الآية وما المقصود بالناس الذين تجمعوا على هلاك الآخرين. هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد، لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما حصل من النكبة بسبب من عندهم، لأنهم خالفوا أمر الرسول أو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم، فحلت بهم النكبة وعاد عليهم الكفار، بعدما انتصروا على الكفار عادوا إليهم بعدما حصلت المخالفة منهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أصابتهم هذه المصيبة ورجع الكفار إلى مكة ورجع المسلمون إلى المدينة بما فيهم من الجرحى وما فيهم من النكبة، جاء خبر أو أن الكفار قالوا ما عملنا بهم شيئا، لو رجعنا إليهم واستأصلنا بقيتهم، فأرسلوا إلى المسلمين يهددونهم أنهم سيرجعون إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر المعركة أن يخرج وفيهم الجرحى وفيهم المثقلون
بالنكبة أمرهم أن يخرجوا لأجل ملاقاة الكفار، فخرجوا ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريبا من المدينة ينتظرون الكفار. فلما بلغ الكفار خروجهم وأنهم مستعدون للقتال، عند ذلك ألقى الله الرعب في قلوب الكفار فاندحروا بدون قتال، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي الكفار، الكفار قد جمعوا لكم القوة، سيرجعون إليكم ليقضوا على بقيتكم. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهم لم يخشوا الكفار لأنهم متوكلون على الله، مؤمنون به وواثقون بنصره سبحانه وتعالى، اخشوهم. قالوا حسبنا الله، الله كافينا، قالوا حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل الموكول إليه أمورنا، فنحن نعتمد على الله والله هو ناصرنا. فخرجوا، ولما علم الكفار بخروجهم ألقى الله الرعب في قلوب الكفار فولوا مدبرين، وعاد المسلمون بالنصر والتأييد والقوة من الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا وهو مؤيدنا وناصرنا. فانقلبوا بنعمة من الله، رجع الكفار خاسئين والمسلمون لم يلقوا أذى ولم يلقوا بأسا، سالمين. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه الآية الكريمة يمكن تصور أيضا حال المسلمين في هذه الأوقات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام من كل شر ومن كل مكروه. أذكر الإخوة أيضا مرة أخرى بهاتف البرنامج 011-442-8313. نبدأ مع الأخ محمد من حايل، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يجزي الجميع خير. أنا طال عمرك سؤالي لك يا فضيلة الشيخ، فيه حديث أنا مر علي لكن ما أدري أن صحت، ويقول أشد سرق اللي يسرق الصلاة، هل هذا حديث صحيح؟ وهل يعني كانوا يحكمون على اللي يقصر في أركان الصلاة يعني له حكم كحكم السارق أو كذا؟ نعم، يروى هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدأ. نعم طيب خلاص، اسمعنا يا محمد عن طريق التلفزيون، تفضل يا شيخ. نعم، هذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، وذلك بأن يخفف ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها فتكون ناقصة، فهذا من السرقة من الصلاة، وهذا أسوأ السرقة، أسوأ من سرقة الأموال. الناس يعيبون على السارقين لأموال الناس، وهذا نعم محل عيب، ولكن أشد من هذا الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. نعم أثابكم الله. عودا بارك الله فيكم عن الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ أبو سالم من الدمام يقول: فضيلة الشيخ، اشتد العداء والتشويه في العصور الأخيرة من خلال حملات مضللة ركزت بعضها على حروب الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته، فزعمت زورا وبهتانا أن الإسلام دين عنف وإرهاب، وأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم رجل يحب الحرب وإراقة الدماء. هل من كلمة فضيلة الشيخ صالح تبين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته على أمته؟ وفي كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله في هذه الآية بهذه الصفات العظيمة، وأنه رؤوف رحيم بأمته، ولكنه كان قويا على الكفار المعاندين والذين يهددون المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قوة وفي أصحابه قوة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا المسلمون تساهلوا مع الكفار وضعفوا في مقابلتهم طمع فيهم الكفار، فلا بد أن يكون بالمسلمين قوة ويكون فيهم استعداد لقتال الكفار وملاقاة الكفار ورد كيدهم، سواء كان ذلك بالسلاح أو بالحجة ورد الشبه الباطلة عن دين الله عز وجل. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا يقول: كيف يطبق المسلم ضوابط الصبر في الأزمات؟ محمد عيد من الخبر. بأن يتلقاها بالثبات وعدم الجزع وعدم القنوط من رحمة الله، يتوقع النصر ويدعو الله عز وجل بالنصر والتأييد، والله قريب مجيب. نعم أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال. إبراهيم من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير. سمع تفضل ارفع صوتك. أنا طال عمرك إذا جيت أنوم الليل أوقف الجوال على صلاة الفجر ولا أصحى. طيب سؤال آخر. أبد شكرا يا تكلم. شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله بعد شوي. يقول انه يا شيخ انه يعني يوقت الساعه على صلاه الفجر لكنه لا يقوم لصلاه الفجر ويتكاسل عنها. يا اخي، اولا تعزم على القيام لصلاه الفجر ويعينك الله على ذلك. ثانيا عليك ان تنام مبكرا حتى تاخذ حظك من النوم، ولا تؤخر النوم إلى آخر الليل وتسهر على أشياء تأخذ عليك الوقت وتأخذ عليك الليل. بكر في النوم من أجل أن تستيقظ لآخر الليل لصلاة الليل وللوتر ولصلاة الفجر. فنم مبكرا. ثانيا توصي من يوقظك من أهلك ومن حولك، توصيهم أن يوقظوك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاعمل الأسباب للقيام ويعينك الله سبحانه وتعالى، وإذا صحت نيتك أعانك الله ويسر لك. نعم أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الله يسأل ويقول: بلغ سلامي لفضيلة الشيخ عبد الله وأسألكم. يقول: هناك رجل، نصيحتكم لرجل قاطع عياله بسبب علاقته بوحدة بالحرام، ويخاصم ويقاطع أي شخص ينصحه أو يحاول إبعاده عن هذا الطريق، ما نصيحتكم له ولأولاده؟ أولا أنا ليس اسمي الشيخ عبد الله صالح، فهو يوصي على الشيخ عبد الله. نعم. طيب سؤاله الآخر يقول: أنا أصلي في بيتي، هل أنا علي ذنب وهل أنا في حكم من لا يصلي نهائيا يا شيخ صالح؟ نعم عليك ذنب إذا تركت صلاة الجماعة في المسجد وأنت تقدر على ذلك، فعليك ذنب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. هل أنت خائف؟ الحمد لله، الأمن ولله الحمد متوفر. هل أنت مريض؟ لست بمريض. فعليك أن تخاف من الله وأن تعزم على حضور صلاة الجماعة ولا تعود نفسك الكسل والتثاقل عنها. نعم ايضا ابو عبد الله ابو حاتم اعاد السؤال ويقول: عفوا فضيله الشيخ صالح،
يتمنى الإجابة على سؤاله قبل قليل، الرجل الذي قاطع عياله عشان علاقته بوحدة بالحرام ويخاصم ويقاطع أي شخص ينصحه أو يحاول إبعاده عن هذا الطريق، ما نصيحتكم له ولأولاده؟ أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك المعاصي ويترك الحرام، وفي الحلال غنية، وإذا صحت عزيمته أعانه الله على ذلك، وعليه يقبل النصيحة من أولاده ومن غيرهم، ولا يقابل النصيحة بالغلظة والجفوة، بل يقابلها بالنصيحة لأنها خير له. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. السائل أبو حمد من القويعية يقول: فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، ما هو واجب المسلم تجاه ما يحصل في بلاد المسلمين من فتن؟ عليه أن يبذل ما يستطيع من النصيحة للمسلمين وبيان سبب ما أصابهم من أجل أن يجتنبوه وأن يعودوا إلى الله عز وجل ويحسنوا صلتهم بالله عز وجل ويتداركوا تقصيرهم نحو دينهم ونحو أمتهم، والله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عليكم بالتقوى والإحسان في القول والعمل، وأبشروا بالنصر من الله سبحانه وتعالى. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ فهد من الخرج، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سم، سلام. كيف الحال يا شيخ؟ لو سمحت عندي خير. سؤال. سم تفضل. عندي سؤال. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. عطني إياها جميع. الأول، معي خاتم تسبيح، هل يجوز أكبحل وأستغفر الله يوميا بدون وضوء؟ طيب، والثاني؟ عمري 25 سنة ولم أؤدي فريضة الحج ولا العمرة، هل علي أثام؟ طيب، والثاني؟ أجوز أصلي شبه الوتر بعد صلاة العشاء تقريبا الساعة 9 بالليل في البيت، يجوز؟ 9؟ إي. طيب، شكرا لك يا شيخ. يا هلا. يسأل عن خاتم التسبيح إذا استخدمه وسبح بدون وضوء. خاتم التسبيح؟ إي نعم. إيش خاتم التسبيح؟ هذا خاتم فيه أرقام، عدد بالعدد، رقمي. لا يا أخي، لا، لا يستعمله، لا يستعمل الخاتم لعد التسبيح، يسبح بدون خاتم. طيب، يستعمل أصابعه للعد، يستعمل أصابعه للعد. والسبحة يا شيخ؟ وهذا أو السبحة إذا كان لا يعتقد فيها فضيلة، وإنما يعتقد وإنما يريد أن العد فقط، لا يريد فيها فضل أو فيها أجر. نعم. والتسبيح بدون وضوء؟ لا بأس بذلك، الوضوء إنما يكون للصلاة. نعم، هي التي تشترط لها الطهارة، أما الذكر فهذا لا بأس، يذكر الله على غير وضوء. كذلك تلاوة القرآن لابد، إذا كان من المصحف يمس المصحف لابد من الوضوء، وإذا كان على ظهر قلب يقرأ القرآن على ظهر قلب فيقرأ القرآن بدون وضوء، إلا إذا كان عليه جنابة فلا يقرأ القرآن ولا آية واحدة. نعم. يقول: بلغت من العمر 25 سنة ولم أحج ولم أعتمر. نعم، تحج وتعتمر، تبادر بالحج والعمرة ويعينك الله عز وجل، ما دمت قادرا على الحج والعمرة فبادر. نعم. يقول: إذا صليت صلاة العشاء أقوم بصلاة الشفع والوتر، هل يلزمني ذلك أم أؤخرها إلى آخر الليل؟ إذا أخرتها إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر فهذا أفضل، وإن قدمت الوتر بعد صلاة العشاء فهذا لا بأس به إذا كنت تخاف ألا تستيقظ من آخر الليل، وإذا يسر الله لك وقمت في آخر الليل وقد أوترت في أول الليل فصل ما تيسر لك، واكتفي بالوتر الأول، لا تكرر الوتر في ليلة واحدة. نعم. في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يسأل بارك الله فيكم عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهل له أوقات معينة؟ دائما وأبدا تدعو الله
فالدعاء ليس له وقت، ولكن هناك أوقات أحرى بالإجابة مثل آخر الليل وفي الأسحار، ومثل آخر ساعة يوم الجمعة، ففي هناك أوقات أرجى لقبول الدعاء فيها أكثر من غيرها، وإلا فالوقت موسع للدعاء. نعم. يقول: ما حكم الدعاء على من ظلمني بأمور مادية؟ لا بأس أن تدعو على من ظلمك، ولكن الصبر وعدم الدعاء عليه أحسن لك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل عن الزكاة إذا أخرها لغرض إنساني، حيث أن من يحتاجها لن يحتاجها إلا بعد شهرين تقريبا، حيث لو أعطيته الآن يقول المبلغ لا عبث به. ما حكم تأجيل هذه الزكاة لمدة شهرين تقريبا تأخير؟ لا بأس بذلك، لا بأس بتأخير الزكاة، تأخير دفع الزكاة إذا كان هذا لمصلحة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال الأخ سعود من أبها، حياك الله. السلام عليكم، مساء الخير. أبو سعود تفضل. جزاكم الله خير. حياك الله. سم، بغيت أسأل الشيخ الله يسلمك، أنا اقترضت مبلغ من البنك. ارفع صوتك. اقترضت مبلغ من البنك واخذت جزء من المبلغ الله يسلمك وشريت فيه ذهب وحال عليه الحول، هل على الذهب زكاة وعلى المال المقترض منه يعني عليه زكاة أو لا؟ وفي سؤال ثاني الله يحفظك. استمع للشيخ، واضح يا شيخ؟ نعم. أولا الاقتراض من البنك يا أخي لا يجوز، لأن البنك لا يقرض إلا بربا. نعم. السؤال الثاني. ثاني الثاني الله يحييك، اللي هو أخذت منه مبلغ وشريت به ذهب، هل عليه زكاة الذهب حال عليه الحول؟ نعم نعم، إذا حال عليه الحول فيه الزكاة، تخرج ربع العشر منه. ربع العشر في صدى. سم. إيه؟ سم. طيب. سؤالك. سؤالي: ما حكم قول علي الطلاق أن تفعل كذا وكذا؟ طيب، شكرا لك، في أمان الله. يسأل عن حكم الحلف بالطلاق. تجنب الحلف بالطلاق ولفظ الطلاق يتجنبه ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عمر من الرياض، يقول: في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يسأل بارك الله فيكم ما هي نواقض الشرك في ذلك؟ نواقض الشرك؟ نعم، من النواقض العشرة في الإسلام. الشرك من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام. إيه نعم. قل نواقض الإسلام. نعم هكذا. نعم، لعله يسمعنا الآن. ما هي نواقض الإسلام؟ نعم. نعم، نواقض الإسلام كثيرة، ذكر العلماء في باب حكم المرتد منها ما يقرب من 400 ناقض. ولكن هناك نواقض غليظة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة اسمها نواقض الإسلام، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، هو أعظم ناقض من نواقض الإسلام. فلتراجع هذه الرسالة، وفيها بيان لنواقض الإسلام، النواقض الغليظة تجنبها المسلم ولا يقع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال الآخر يقول: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك وما ارتباط ذلك بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ لا يجوز لأحد من أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوجب على الجميع، على الثقلين الجن والإنس، طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في لما ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني
ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله للناس كافة، لا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته ويخالف شريعته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعود لاتصالاتكم. معنا الأخ أحمد من الرياض. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. عن الحديث اسمه من قرأ في اليوم 10 اسمه آيات سورة قل هو الله أحد، من قرأها 10 مرات بنى له الله بيت في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ طيب شكرا يا أحمد، تسمع إن شاء الله. تفضل يا شيخ. لا أعرف هذا، لكن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيقرأها المسلم في ورده مع المعوذتين، والعدد لا أعرف أنه لابد من عدد محدد، لو قرأ مرة واحدة يكفي هذا ويحصل على الأجر والأثر الطيب. نعم. أثابكم الله. الأخ عبد الصمد محمد يقول هل للإيمان بالقدر له شروط وضوابط؟ الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة. لا يصح الإيمان إلا إذا آمن بالقضاء والقدر مع بقية أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان التي لا بد منها، لو نقص واحد منها لم يكن مؤمنا بالله ولا بقضائه وقدره. نعم. بارك الله فيكم. أبو معين من جدة يقول إذا كان على الإنسان صوم شهرين متتابعين وصام من أول الشهر فهل يصوم 60 يوما أم حسب التقويم؟ يصوم بالعدد لأنه لا يرى الهلال، فيصوم بالعدد 60 يوما، يصوم 60 يوما بالعدد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا تركت كثيرا من الصلوات وسوفت في قضائها حتى نسيت ما هي الصلوات التي تركتها، ماذا أفعل وجهونا بارك الله فيكم. عليك بتقديرها، اجتهد في تقديرها، وما غلب على ظنك فإنك تقضيه. نعم. أحسن الله إليكم. آدم محمد من مكة المكرمة يقول هل على البيت الذي أسكنه زكاة؟ لا، البيت الذي تسكنه أو تؤجره ليس عليه زكاة في نفسه، وإذا كنت تؤجر فإن الزكاة في أجرته. نعم. له سؤال آخر يقول حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة؟ لا يجوز هذا لا يجوز رفع اليدين لا من الخطيب ولا من الحضور، وإنما يؤمنون بدون رفع يدين، والخطيب يدعو ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة. نعم. سؤاله الأخير يقول هل يجوز للمرأة أن تقعد في مصلاها ما بين المغرب والعشاء؟ نعم، يجوز لها أن تقعد في مصلاها، لكن ليس مثل الجلوس في المسجد، وإنما تقعد في مصلاها، لأن هذا أهون عليها من الانتقال، ولأجل أن تنتظر العبادة، فهي مأجورة إن شاء الله، لكن ليس هذا مثل الجلوس في المسجد، هذا الذي ورد إنما هو الجلوس في المسجد. نعم. بارك الله فيكم. هناك بعض الناس إذا صلى في المسجد وسلم الإمام قام وخرج مسرعا، ما حكم ذلك؟ نعم، يجوز له ذلك، لكن ينحرم من أجر كبير، يتأخر ويأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة ويتمهل في الخروج، لأن ذلك أعظم لأجره وأتم لصلاته أيضا. نعم. نعم. نعود إلى اتصالات الأخوة. عبيد من مكة المكرمة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامع. عندي سؤالين طال عمرك. الأول طال عمرك، أنا دخلت إحدى القنصليات الإسلامية ولقيتهم في المسجد، في مسجد عندهم خاص يعني مو مسجد رسمي،
وهم صابين وصليت معهم، قاموا الصلاة صلوا وتقدم فيهم واحد بدون إقامة، فصليت منفرد أنا منهم. وإيش حكم صلاتي؟ أعيدها؟ هذا السؤال الأول. طيب والثاني؟ السؤال الثاني، طال عمرك أنا عندي أقارب موجر على الحكومة، هل أزكيه وأنا ما استلمت المبلغ حقه؟ طيب شكرا لك يا عبيد، بارك الله فيك، تسمع الإجابة، تفضل يا شيخ. نعم، أعيد السؤال. سؤاله الأول يقول أنه في إحدى الدول دخل إلى القنصلية ووجدهم يصلون في مصلاهم، فقام أحدهم بالصلاة دون إقامة، فلم أصلي معهم ولكن صليت منفردا عنهم، ما حكم صلاتي؟ الإقامة ليست واجبة. نعم. الإقامة مستحبة، فأنت أخطأت في كونك صليت منفردا وتركت الصلاة مع الجماعة. نعم. سؤاله الآخر يقول عندي عقار مؤجر على الحكومة ولم أستلم حتى الآن، هل عليه زكاة؟ نعم، هو عليه زكاة إذا حال الحول عليه وهو في يدك أو عند الحكومة، لكن لا تخرجها حتى تقبضه، فإذا قبضته أخرج الزكاة منه إذا حال عليه الحول، تخرج ربع العشر. نعم. عن كل سنة يا شيخ لو تأخر؟ عن كل سنة، نعم، لأنه دين له. نعم. فإذا قبضه يزكيه. نعم. هذه إحدى الأخوات تقول إذا غطت المرأة رأسها في الصلاة وبدأ بعض الشعر، هل صلاتها صحيحة؟ لا، إذا علمت بذلك وتركت شعرها لم يغطى فصلاتها غير صحيحة. نعم. تقول سؤالها الآخر، أحيانا أضع زيت الخروع لتكثير الحواجب والتجمل، ما حكم ذلك؟ نعم. تقول أنها تضع زيت الخروع لتكثير الحواجب والتجمل في ذلك، هل يجوز؟ تكثير الحواجب؟ تكثيرها يعني نباتها بالسرعة. لا تعمل بالحواجب شيء، تتركها على خلقتها ولا تعمل فيها شيء، هذا هو السنة، أن ما تعمل فيها شيء لجل تكثر أو تعمل فيها شيء لجل يزول منها شيء أو تخف، لا تعبث بها، تتركها على خلقتها. نعم. أبو إبراهيم يقول نرغب منكم نصيحة لعموم المسلمين الذين يتهاونون في الصلاة بالصلاة، وخاصة صلاة الفجر لما بعد الإشراق، أو أحيانا لا يصلونها. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وتوعد الذين يخرجون الصلاة عن وقتها من غير عذر، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون لكن لا يصلونها في وقتها، فهؤلاء ساهون عن الصلاة، مضيعون لها. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن من صلى لغير جهة القبلة لمدة 3 أيام وبعد ذلك علم بجهة القبلة ثم صلى تجاهها، ما حكم الصلوات الماضية؟ إذا كان في بلد وفيها مساجد وفيها مسلمون وصلى إلى غير القبلة فيعيد الصلاة لأنه مفرط، لماذا لم يسأل؟ لماذا لم ينظر في المساجد؟ فهو غير معذور في انحرافه عن القبلة، هذه من ناحية. الناحية الثانية، لماذا يصلي وحده وهو عند المسلمين وعنده مساجد ولا يصلي مع المسلمين؟ يصلي معهم ويحافظ على صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول زوجي يريد أن أبقى مع أمه ولم أجد راحتي معها، فهل يجوز لي طلب الطلاق؟ لا، أطلبي منه مسكن مستقل، لا تطلبي الطلاق، أطلبي منه مسكن مستقل ترتاحين فيه. نعم. المرأة إذا أكملت شهرا بعد الولادة ثم طهرت، هل تصلي وتصوم؟ نعم، ليس لعدة النفاس عدة محددة، بل إذا انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي. نعم.
هل يجوز دفع زكاة المال للأهل؟ الأهل الذين تلزمه نفقتهم لا تجوز زكاته لهم، وأما القريبين الذين أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فالأفضل أن يعطيهم الزكاة لأنها صدقة وصلة كما في الحديث. نعم. أبو سالم من تبوك يقول: نرغب منكم فضيلة الشيخ كلمة عن فضل الصدقة وما ورد في ذلك في الكتاب والسنة. الصدقة فضلها عظيم، لا سيما إذا كانت من مال طيب ووضعها في مستحقيها ففيها فضل عظيم يضاعفها الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والمتصدقين ذكرهم الله جل وعلا في آية آل عمران، والمتصدقين فلهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، صدقات نفعها متعدي. نعم. نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة، ونستقبل اتصال أبو جمال من مكة. تفضل من مكة المكرمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي سؤالين. الأول هو عن التداول، يعني إنسان واحد مريض مع سكر، عنده سكر وبعدين يجي يقول على نفسه بعض المرات. كيف؟ لو في واحد عنده سكر ايه مريض، ايوه، اذا حصل له التداول يقدر ما يقدرش يوصل للحمام، يقول على نفسه بعض المرات. طيب والثاني؟ الثاني بخصوص الصلاه. ها؟ بخصوص الصلاه، سجود الصلاه. ايه ايش فيه؟ بعض المرات انا انسان تعبان شويه وبعدين ما اعرف اقرا سريع، الامام يخلص الركوع والسجود للشعر، ما كملت انا قراءة الفاتحة. طيب شكرا يا ابو جمال. تسمع الان عن السؤالين من الشيخ عن انه مريض وفيه سكر واحيانا يعني يتبول على نفسه، لم يلحق بذلك، ما حكم ذلك وكيف يتطهر؟ اذا كان البول دائما معه هذا حدث دائم، لكن يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه بول، ما دام هذا دائم معه يتبول بدون ضوابط فهذا يصلي على حسب استطاعته، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل عليه بول فصلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم يقول: بارك الله فيكم، في الصلاة أحيانا أنا لا أستطيع أن أنتهي من الفاتحة ثم أرى الإمام وهو يركع ولكن لا ألحق على ذلك مما يسبقني، ما حكم ذلك التأخر؟ تابع الإمام ولو لم تقرأ الفاتحة، تابع الإمام واسجد معه واركع معه. نعم أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: زوجي لا يستطيع الذهاب للمسجد، فهل يجوز له صلاة الجمعة قبل وقتها وكذلك الصلوات الأخرى في البيت؟ الصلوات الأخرى في البيت إذا كان لا يستطيع الذهاب لصلاة الجماعة فيصلي في بيته لأنه معذور، وأما الجمعة إذا كان معذورا أيضا ولا يستطيع الذهاب إليها يصليها ظهرا في بيته، ولا يصليها جمعة في بيته، يصليها ظهرا. نعم، 4 ركعات. نعم أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة ويبدو أنه أحد من الطلاب، يقول: ما هي الأسباب المعينة للعلم النافع مع كثرة المشاغل في الحياة؟ أسباب المعينة أن تتفرغ لطلب العلم، تخصص من وقتك وقتا لطلب العلم ولو كان قليلا، وتداوم على ذلك ويعينك الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر أو هذا سائل آخر، عبد الله من الرياض، يقول: هل يجوز أن أصلي مع زوجتي صلاة الليل جماعة، وما الحكم إذا فعلت ذلك دائما؟ لا إذا قصدتم هذا فهذا ما هو مشروع، ولكن إذا جاءت وصلت معك فلا بأس، إذا جاءت وصلت معك
فلا بأس بذلك. أما أن ترتب هذا دائما فالنافلة ليس صلاة الليل ليس لها جماعة تقصد ويتفق عليها إلا في رمضان، صلاة التراويح صلاة التهجد. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أبو معاذ من جدة يقول: تساورني أحيانا بعض الشكوك والوساوس في العبادات والطاعات وقد ترتفع إلى أعلى من ذلك، ما حكم ذلك وما هي نصيحتكم لي؟ إذا حصل لك شيء من هذا في بدايته تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت للوساوس، تقطعها عنك وبهذا تذهب عنك بإذن الله. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما صحة الحديث أجعل لك صلاتي كلها وما المقصود؟ الحديث صحيح، والصلاة هنا المراد بها الدعاء، المراد بها الدعاء، أجعل لك صلاتي كلها يعني أجعل لك دعائي كله للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. سالم محمد من أبها يقول: ما حكم سب الدين وأهل الدين والإساءة للناس في ذلك؟ سب الدين ردة عن دين الإسلام، وسب أهل الدين أيضا ردة عن الإسلام، لا يجوز هذا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. في القرآن لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، حكم الله بردتهم. ولما جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر. لكن عليه التوبة. نعم. لكن عليه التوبة إلى الله، باب التوبة مفتوح، إذا حصل منه شيء فليبادر بالتوبة ولا يعود لمثل هذا. نعم أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة من السائل صالح محمد من الجبيل يقول: هل على الدين زكاة؟ نعم، إذا كان الدين عند ملي وباذل فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول، مثل ما تزكي المال الذي في يدك. أما إن كان الدين على معسر أو على مماطل ولا تدري هل يحصل أو لا، فهذا تزكيه إذا قبضته، لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه. نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الوصية للوارث؟ حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، الوارث يكفيه ميراثه. نعم سؤاله الآخر والأخير يقول: ما حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر؟ إذا كان الغير عاجزا لكبر أو مرض مزمن لا يستطيع معه العمرة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام، فليعمدك وتوكلك تعتمر عنه. أما إذا كان قادرا فلا، لابد يعتمر هو. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر سعيد صالح من تبوك يقول: حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا عقد باطل، وقد صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء ببطلانه، فلا يجوز عمله. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم من يكثر الحلف وخاصة الحلف بالطلاق؟ لا يجوز له ذلك، والطلاق خطير ويترتب عليه فراقه لزوجته، أو أنه يخالطها وهو قد طلقها وانتهت علاقته بها بالطلاق، فهو خطير، عليه تجنب لفظ الطلاق ويبعده عن لسانه. نعم أحسن الله إليكم. سائل آخر أبو سعد من الرياض يقول: ما حكم السعي في بيع العقار؟ السعي يعني نعم. اللي يأخذه الدلال. صحيح، اللي يأخذه الدلال. أي نعم. نعم نعم نعم، لا بأس، هذا لا بأس أن الدلال يأخذ سعي من صاحب العقار إذا باع له عقارا، يأخذ سعي. نعم ويقول سؤاله الآخر عن العربون يقول: إذا لم يتم البيع
هل لي أن آخذ هذا العربون؟ نعم، إذا بعت بيعا فيه خيار، وإذا لم ودفع العربون ثم لم يمضي البيع ولم يجزم عليه، فالعربون لصاحب العقار بدل حبسه عقاره مدة ثم يقول أنا تنازلت، في ضرر على صاحب العقار، فلذلك يأخذ العربون. نعم. أبو هيثم من الدمام يقول: من زرع كلية ونصحه الأطباء بعدم الصوم لمدة 3 سنوات ماذا عليه؟ نعم، لا يصوم. إذا كان عليه ضرر من الصيام لا يصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا، أو إذا عافاه الله وقدر على الصوم يصوم ولو متأخرا، قضى يقضيه ولو متأخرا، إن تعذر القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. أيضا معنا اتصال أبو سعد من مكة المكرمة، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. الشيخ صالح طيب الله سراك، حياك الله. نعم، تفضل بالسؤالين. اقول عندي ازار، ابغى شو اسمه، ابغى ابو سعد، ابغى اشوف جزء للحرمه يعني شرعا، اعطي اكتب جزء للحرمه حقتي، وبنتي ابغى اكتب لها، ما ادري ايش. والبنت تكتب لها شيء منه؟ ها؟ والبنت تكتب لها شيء من العقار ايضا؟ ابغى اشوف شرع الحرمه ايش، والباقي اعطي البنت حقتي. طيب. السؤال الثاني، مرت اخي عندها اخي توفى وعنده عزار كذا بيت، وما هي راضيه تبيع هذا بيت، والعيال كلهم يشحطوا الناس ويشحطوا من البنوك ويسلفوا من هنا، وما هي راضيه تبيع وتديهم حقهم، هذا مو حرام عليها؟ طيب، شكرا يا ابو سعد، حياك الله. جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: هل يجوز له أن يعطي الحرمة أو الزوجة جزءا مما يملكه من عقار، وكذلك أيضا أن يقر للبنت؟ لا بأس بذلك، العطية جائزة، وأما البنت إذا كان له غيرها من الأولاد لابد يعدل بينهم، كلهم يعطيهم مثلها. نعم. يقول: زوجة أخي المتوفى، زوجته رفضت أن تبيع أو توزع ما يملكه أخي من عقار، ما حكم ذلك وهل هي آثمة فيه؟ إذا كان لها شركاء من الورثة يرفعون أمرهم إلى القاضي، والقاضي يحل هذه المشكلة. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا يقول: من به وساوس كثيرة وتصل إلى العقيدة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرفضها ولا يلتفت إليها، ويستعيذ بالله من الشيطان عند حضورها وتذهب عنه بإذن الله. نعم. ما هي كفارة الحلف بالطلاق عند الغضب، وبماذا تنصحونني؟ هذه يسأل عنها المحكمة، ولا يرسل سؤاله لدار الإفتاء. نعم. هذا السائل طالب علم، أحمد سعيد من مكة المكرمة، يقول: الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. أصول الفقه القواعد التي يستطاع بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الأصول هذه قواعد. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: هل زوجة الخال من المحارم؟ لا، ليست من المحارم. نعم. يعني زوجة الخال يكون ابن أختها محرما لها؟ نعم. نعم، زوجة. ما هو السؤال؟ يقول: هل زوجة خالي من المحارم؟ لا، ليست من المحارم، أنت أجنبي منها. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ومتعه الله بالصحة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا.
جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزملاء هناك ومن زميل محمد الحامد وكذلك من المخرج سلطان العتيبي وكافة الزملاء. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.